بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا معاكم تاني في ترند يلا كورة بعد عودة الدوري بعد أزمة كورونا. وأتمنى في البداية يكون الجميع كلهم بخير، يكون كلكم وأسركم كويسين وعديتوا المرحلة الصعبة دي. والحمد لله رجع الدوري أخيرا. عارف طبعا خلال الفترة اللي فاتت كان فيه حاجات كتيرة، في مشاكل، في آراء، الدوري يرجع ده، الدوري ما يرجعش، نلغي الدوري ده ونلعب دوري جديد. في كل الأحوال أنا مش هتناقش في الموضوع ده، خلاص خاب مننا وقت طويل قوي على السوشيال ميديا سواء على تويتر او على فيسبوك واتكلمنا فيه كتير. لكن احنا خلاص الدوري رجع امبارح بمباراه نادي الزمالك والنادي المصري اللي اكيد كان فيها مشاكل بدنيه كتيره وكان فيه مشاكل فنيه اكتر، وكل ده متوقع. وخلونا كده في الاول اوضح حاجه اللي هنمشي عليها خلال كل التحليلات اللي جايه ان شاء الله لماتشات الدوري. ال 17 ماتش اللي هم متبقيين في الدور الثاني لازم يا جماعه نتفق ان احنا هنشوف مشاكل فنيه وبدنيه كتيره جدا. ده طبيعي. بسبب ايه؟ بسبب الظروف المحيطه بالكوره والعالم كله، حتى مش مصر بس. والمشاكل دي بتاثر بدنيا وبتاثر ذهنيا وهتاخد وقت عشان اللعيبه يبداوا يخرجوا منها. خلينا اعمل له كده فلاش باك ونفتكر المستوى البدني اللي وصل له النادي الاهلي مثلا في دوري ابطال افريقيا اللي كان بيلعب مع سان داونز، نادي الزمالك المستوى البدني اللي كان وصل له في ماتش الترجي في ماتش السوبر الافريقي وماتش النادي الاهلي ونادي الزمالك. شفنا مباراه السوبر، يعني كان في بعض الماتشات توضح لك قد ايه المستوى البدني والفني كان مرتفع. احنا خلاص كاننا بنبدا من الصفر، وده متوقع. مش عايزين نقصه في تحليلاتنا، مش عايزين نقصه على اللعيبه. في حاجات كتيره طبيعي انها تحصل، ما تطلبش اكتر من كده في الوقت الحالي لغايه لما اللعيبه تبدا ستيب باي ستيب كده، خطوه بخطوه، ياخدوا النشوه بتاعه المباريات وياخدوا النشاط بتاع المباريات، والنشاط ده يتحول من نشاط بدني وفني ليبقى نشاط ذهني ويبقى تبقى مركزه. وده اللي احنا هنشرح بيه اللي حصل امبارح في ماتش الزمالك والمصري. كده من البدايه لما نيجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، كابتن طارق العشري مدير فني النادي المصري وكارتيرون مدير فني الزمالك لعبوا بالامان، رصوا اللعيبه ب 4-2-3-1. والكابتن طارق العشري كان عنده ذكاء في حته حلوه قوي عجبتني جدا جدا، انه كان مقدم خط الدفاع بتاعه شويه عشان هو عارف نادي الزمالك مش هيقدر يعمل السبرنتات اللي كان بيعملها قبل كورونا. صعب جدا جدا نادي الزمالك، عارفين طبعا كارتيرون واحد من اكتر المديرين الفنيين اللي بيؤمنوا بالكرات الطوليه، انك تلعب على طول الكوره ورا الفول باك عشان تاخد المساحه اللي بتبقى في المنطقه دي. نادي الزمالك حاول يعملها، لكن طبعا كان صعب جدا انك تشوف اي لاعب قادر انه يفتح سبرنت وياخد ال 20 متر او ال 25 متر الاخيره في الملعب، لان مفيش مجهود، ما تقدرش فعلا. عملت كده في بدايه المباراه مش هتكمل، عشان كده امبارح الجهد البدني كان سيء جدا 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 من الفرقتين. وبسبب ده كابتن طارق العشري طبعا كان بيلعب بدفاع متقدم شويه، نادي الزمالك طبعا كعادته مع كارتيرون موقف الخط الدفاع بتاعه متقدم بشكل طبيعي. احنا طبعا كابتن طارق العشري لما بيلعب الاهلي بيلعب الزمالك على طول زون ديفنس، وقف بالاربعه مدافعين قدام منطقه الجزاء ورجع كمان واحد من الهاف ديفندرات اللي عندك يقف كاليبر متقدم وقفل الدنيا خالص. ده ما حصلش امبارح وخصوصا في الشوط الاول. طيب نتيجه للكلام اللي احنا بقى بنقوله، نمشي كده خطوه بخطوه. خلاص احنا عارفين ان كل فرقه ما عندهاش مجهود بدني كبير، اللعيبه لوحدهم عملوا ايه؟ كل الفرقتين الاربعه، انا بتكلم على الاثنين فول باك في كل فريق والاثنين الوينجات، على طول الكوره البسيطه، ارمي الكوره على الجنب، عبد الشافي على الشمال وحازم امام على اليمين نادي الزمالك، وهوب ارمي الكروس داخل منطقه الجزاء للمهاجم الصريح، سواء كان مصطفى محمد في نادي الزمالك او محمود وادي في النادي المصري. طبعا اعتمادا على محمود وادي، طبعا لعيب طويل وهيدر كويس، وطبعا مصطفى محمد رغم ان هو اقصر شويه محمود وادي انما هيدر ممتاز. لعيبه الفرقتين ما كانش عندهم اي قدره ان هم يعملوا اي اختراقات من داخل الملعب. ليه؟ مفيش جهد بدني، مفيش تركيز. مين حاول يعملها؟ سيد زيزو. احمد زيزو امبارح طبعا عارفين النقص العادي لعنيز الزمالك في حته غياب طارق حامد، ودخل محمد حسن جنب فرجاني ساسي كلاعب خط وسط، وبالتالي ترحل احمد سيد زيزو انه يعمل دور اشبه اللي هو بدور اوباما، يعمل دور البلاي ميكر، وفي حاله الدفاع يرد كلاعب خط وسط تالت. طيب احمد سيد زيزو في بعض الاحيان هو فرجاني ساسي ك
كانوا بيحاولوا يدوا الثرو باسز لحسام اشرف واسلام جابر لما كان بيتقدم وسام محمد عشان يحاولوا يخترقوا خط دفاع النادي المصري. كل الكرات البينيه دي كانت بتروح لحارس المرمى بسهوله جدا جدا جدا. ليه؟ لان ذهنيا لعيبه نادي الزمالك ما تقدرش تعمل الكلام ده في الوقت الحالي. صعب جدا انك تبدا تركز وتلينك وتسنك نفسك وتسنك عقلك مع زميلك عشان تعرف ان هو هيديك الثرو باس هنا فتبدا تجري. فكان امر صعب جدا، اتعملت مره مرتين وفشلت. الحاجه الثانيه نادي الزمالك حاول يعملها وبرده الجهد الذهني والبدني عند اللعيبه ما قدروش ينفذوها، هي الكرات الطوليه من خط الوسط ل ورا برده خط الدفاع ما كانوش قادرين. ليه؟ ما فيش حركه، اللعيبه ما بتظهرش لبعض، وبالتالي حصل مشكله في حته الهجوم وبدا الاعتماد فقط على الكرات العرضيه من اليمين ومن الشمال لعل مصطفى محمد يخطف واحده، او طبعا لما اسلام جابر كان بيخش ينضم معاه ك مهاجم تاني داخل منطقة الجزاء. طبعا اسلام جابر بصراحة كأنه يعمل دور المهاجم الصريح صعب جدا 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 حتى لو هو في قمة أدائه البني. طيب نادي المصري بقى حب يعمل، او كابتن طارق العشري فكر في ايه؟ كابتن طارق العشري كل همه ان هو يحاول يبعد نادي الزمالك عن منطقة نص ملعبه عن منطقة جزائه، وبالتالي حتى لقى اعتماد نادي الزمالك على الكرات العرضية كان مفيد جدا ليه، ان هو خلاص عنده مدافعين طوال خصوصا ابو سليمة وكان بيشتت الكرات دي بسهولة جدا. هو حاول طبعا في الناحية الهجومية يعتمد على الهجمات المرتدة ويعتمد على السرعات اللي عنده خصوصا من احمد ياسر اوريدي مهاجم صريح لكن هو كان مطرفه، لكن نجحوا بصراحة ان هم يكسروا التسلل بتاع نادي الزمالك في كذا كوره، لكن المهارات الفرديه والذهنيه برده ما ساعدتش اللعيبه ان هي يبقى عندها فينيشنج عالي في الوقت الحالي، وبالتالي كل ما نتيجه التعادل كانت ماشيه كابتن طارق العشري كان مبسوط جدا 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 لغايه لما طبعا جه الهدف. اكيد طبعا هدف كله حظ كبير لمحمود علاء، ما فيش تكتيك ما فيش اي شيء، كره طايشه داخل منطقه الجزاء قدر يستغلها ويجيب الهدف في توقيت مثالي لنادي الزمالك. بعد الهدف على طول نادي الزمالك لما نشوف اخر ربع ساعه هتلاقيه وقع في حاجتين، وقع في كميه اخطاء كبيره جدا. نادي الزمالك كانوا بيعملوا فاولات كتيره قوي 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 عشان يوقفوا لعيبه النادي المصري، والحاجه الثانيه ان لعيبه نادي الزمالك في اخر ربع ساعه فقدوا الكوره كتير قوي. يعني نادي الزمالك مثلا في اخر ربع ساعه عامل لا يقل على 12 فاول وكمان عمل لا يقل عن فقدان للكوره اكتر من 10 مرات، وبالتالي دي كانت الفرصه للنادي المصري ان هو يهاجم نادي الزمالك اكتر في ربع ساعه الاخيره. وبالفعل شفنا الكورتين اللي حصل فيهم الجدل حوالين ركلات الجزاء، وانا في وجهه نظري الشخصيه ما كانش فيهم اي ركلات جزاء، الاولى اللي هي كان فيها فرجاني ساسي والثانيه اللي اتلعبت في اخر دقيقه خالص من محمود وادي لا ما فهمش اي حاجه، وكان في بعض الهجمات النادي المصري اللي طبعا استغل الانهيار البدني المتوقع لعيبه نادي الزمالك في الربع ساعه الاخيره. المباراه انتهت بالهدف الذي يمثل الحاله البدنيه والذهنيه للعيبه الكوره في الوقت الحالي، ولكن ده مقبول طالما ان النشاط رجع، ده كان اهم حاجه تحصل في الوقت الحالي. وبحيي صاحب قرار عوده الدوري واستكماله وان النشاط يرجع، ده مهم جدا لينا في الوقت الحالي. مفيش مشكله اللي يكسب نقول له مبروك واللي يخسر نقول له هارد لك، مفيش اي اسم خالص في الوقت الحالي. عايزين نمشي خطوه خطوه زي ما قلت في البدايه عشان نبدا نعلى بمستوانا، خصوصا لنادي الاهلي والزمالك نادي بيراميدز اللي عندهم اختبارات قويه جدا في افريقيا في نهايه سبتمبر الجاي. ده كان تحليل سريع لمباراه نادي الزمالك نادي المصري من ترند يلا كوره، وان شاء الله اشوفكم بعد ماتش النادي الاهلي والنادي انبي في الدوري يوم الاحد الجاي. شكرا جزيلا، كريم سعيد.